نفى متحدث باسم الكرملين ميتري بيسكاف وجود نقاش في بلاده الآن بشأن موجة جديدة من التعبئة العسكرية الروسية مؤكدا أن العملية الروسية ستحقق أهدافها في أوكرانيا وتوعد بيسكوف بمتابعة المسؤولين الأوكرانيين الذين تتهمهم موسكو بقتل عشرة جنود أسرى روس في خرسون قبل أيام كما جدد قلق بلاده من الوضع بالقرب من محطة زبروجيا للطاقة النووية ودعا جميع الدول للتاثير على اوكرانيا لوقف قصف المحطه